مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا في النور حلقه الاربعاء 29 مايو 2024. عندنا ازمات في مصر، عندنا ضغوط خارجيه، عندنا ضغوط داخليه، عندنا اشكاليات وضغوط داخليه. لكن وسط ده كله في كام مواطن مصري محتاج الدعم، وجنبيهم في كام مواطن مصري بياخد دعم وهو غير مستحق ليه، ومن هنا تكون المعادلة الصعبة أن يصل الدعم إلى مستحقي. بعد 30 عام من ثبات سعر رغيف الخبز على 5 قروش شلن أو 5 ساغ يعني بأي طريقة بتتقال بيها، النهاردة الحكومة المصرية قررت رفع سعر الخبز المدعم من 5 قروش ل20 قرش. ده الخبر بتاعنا النهاردة الرئيسي اللي احنا هنتكلم عليه. عشان كده حبيت اقول لحضراتكم ان احنا واحنا بنتكلم على الخبر ده احنا مع المواطن وحاسين بكل المشاكل يعني بيها الناس، لان احنا كلنا مواطنين في هذه الدولة، واحنا في نفس الوقت مع دولتنا وحاسين بكل الضغوط اللي على دولتنا. ولكن المواءمات بين ما يحتاجه المواطن وما تقوم به الدولة والإجراءات والمسؤوليات والتبعيات وتوزيع المسؤولية بين هذا وذاك حتى يكون هناك موائمة، هذا هو السؤال. عشان كده قبل ما أروح مع حضراتكم النهاردة في الأخبار اللي حضراتكم أكيد متابعينها من بدري على السوشيال ميديا وعلى القنوات وي 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 وي، هنطرح سؤال ونسمع رأي حضراتكم فيه، وحبيت أقول المقدمة دي قبل ما أطرح هذا السؤال. إيه رأيك في زيادة سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش لعشرين قرش؟ حابب اسمع رأي حضراتكم في ضوء كل اللي احنا اتكلمنا فيه على صفحة البرنامج سي تي في، صفحة القناة سي تي في ايجيبت، وعلى صورة البرنامج اللي نزلت قدام حضراتكم. احب اسمع بقى يعني كل التعليقات في الاطار اللي احنا بنتكلم فيه. كل الاراء مرحب بيها، كل التعليقات اللي حضراتكم بتقولوها فوق دماغنا، واحنا بنتكلم في الاخر نبغي مصلحة هذا الوطن اللي من اهم حاجة فيه مصلحة المواطن المصري. طيب تعالوا بقى نروح لرحلتنا في اخبار اليوم والفقرة الاخبارية، وعلى فكرة كمان عندنا فقرة حوارية ساخنة لا تقل سخونة عن الاخبار، فهي الحلقة كلها على بعضها النهاردة سخنة يعني فعلا. يعني دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النهاردة صرح وقال ان مجلس الوزراء ناقش ملف الخبز المدعم، واكد انه لم يتم تحريك سعر الخبز المدعم من 30 سنة والاعباء التي تتحملها الدولة متزايدة هذه الفترة. اضاف دكتور مدبولي خلال هذا المؤتمر الصحفي ان مجلس الوزراء قرر رفع سعر رغيف الخبز المدعم الى 20 قرش بداية من بداية الشهر القادم 1 يونيو 2024. دكتور مدبولي قال ان احنا بنسعى الى حوكمة اعباء الدعم الذي تتحمله الدولة والوصول الى مستحقيه، والحكومة ناقشت آلية منظومة الدعم وزيادة حوكمتها. كمان اكد الدكتور مصطفى مدبولي ان الدولة لن تتخلى عن المواطن وسنحرص على الفئات ذات الدخل المحدود، كما ان مسألة ترشيد الدعم من اولويات الحكومة، واكد ان الدولة وضعت مجموعة من المعايير لتحديد الفئات اللي في حاجة الى دعم وبطاقات تموين الراتب والفاتورة والعربية. وطبعا العربية فيها كلام، لان دكتور مصطفى مدبولي قال ان ممكن يكون حد عنده عربية بس العربية دي بياكل عليها عيش، او العربية دي مش معنى ان هو عنده عربية فهو يعني مستريح مش محتاج الدعم، لا بتفرق، ففي معايير اخرى بتظبط هذا الكلام. لذلك نسعى واكد مره تانية على حوكمه توصيل الدعم لمستحقيه، وقال ان هناك تجاوزات بمنظومه الدعم الحاليه ويوجد فئات مستفيده من المنظومه القائمه، وهناك مقاومه في اي تغيير بيتم. ده تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي. طيب كلام الدكتور مصطفى مدبولي على عينه وعلى الراس، ولكن معالي رئيس مجلس الوزراء 30 سنه ما تحركش السعر، اجي حركه في يوم وليله؟ ده سؤال. طيب في ناس مش مستحقه للدعم، ايوه كلنا بنشوف من غير حتى ما نرصد ومن غير ما فريق الاعداد ينزل يرصد، كلنا بنشوف ناس واحنا معديين على الافران او المخابز اللي بتبيع العيش المدعم عربيات
وموديلاتها حديثه جدا، وبينزل ياخد رغيف العيش ابو شيرين. ده يستحق رغيف العيش ابو شيرين؟ هو ده السؤال. او بياخد التموين اللي تقريبا ما بيدفعش فيه فلوس، ده يستحقه؟ او بياخد البنزين اللي فيه نسبه دعم، ده يستحقه؟ يبقى راكب عربيه ب 2 3 مليون وياخد بنزين مدعم. هنا بقى الخلل. ليه ما ظبطناش دي قبل ما نتكلم في دي؟ يعني ليه بنروح لمنطقه ان يعني الرغيف يوصل لريال او 20 قرش قبل ما اظبط ده؟ الرغيف يا جماعه وجبه اساسيه. انا عايز اقول لحضراتكم ان الغلبان وغير الغلبان، اي مواطن مصري شكل الرغيف حتى وهو طالع من الفرن بيبقى عايز ده. لو فرضنا يعني ان الفرن دي من الفران الكويسه اللي بتطلع رغيف حلو، يعني خلينا نتكلم على كده، رغيف الحاف طعمه حلو. فمن شلن لريال في ناس تقول لك ده كتير، وفي ناس تقول لك مش كتير، وفي ناس تقول لك اربع اضعاف، في ناس تحت خط الفقر، في ناس فئات اقل من المتوسطه، وفي ناس متوسطه. المساس بالرغيف يا جماعه، طب احنا ليه ما خدناهوش على فترات؟ طب ما احنا الكهرباء خدناها على فترات، طب ما احنا البنزين خدناه على فترات، ليه الرغيف هوب مره واحده؟ انا معاكم ان برضه لسه عليه دعم، ولكن النسبه مره واحده، بدل ما الجنيه بيجيب لك 20 رغيف، النهارده الجنيه هيجيب لك 5 رغيف. وزي ما قلنا لحضراتكم كل الاسباب اللي احنا قلناها دي محطوطه ومعلومه في الحسبان. طب تعالوا بقى نفهم اكتر هذه التساؤلات وهذه الاطروحات وهذا العرض من رئيس الحكومه المصريه النهارده. هناخد معانا الراي الاول، بيشرفنا ان احنا يكون معانا على الهاتف الاستاذ الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابه الفجر. دكتور مصطفى اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ شنوده، ومساء الخير عليك وعلى كل متابعينك الكرام. مساء الفل على حضرتك. النهارده بنسمع قرار من دكتور مصطفى مدبولي، يعني عمل اهتزاز في الشارع المصري، الناس بقى ابتدت تتكلم. تقييم حضرتك لهذا القرار في هذا التوقيت يا دكتور مصطفى؟ الحقيقه يعني انا بشوف انه قرار خاطئ جدا، توقيته خاطئ جدا. قرار الحقيقه دائما الحكومه بتحمل فشلها للمواطن والمواطن الغلبان تحديدا. زي ما حضرتك اشرت، كلنا بننادي من زمان جدا بتحويل الدعم العيني الى دعم نقدي، لكن انت ما عملتش حاجه. انت لا، تكلفه رغيف العيش الواحده حوالي جنيه وربع، وحضرتك حولتها من 5 قروش الى 20 قرش، لازلت بتدعم باكتر من جنيه وخمس قروش. صحيح. فاذا انت حضرتك ما عملتش حاجه. احنا عندنا اكبر تسريب للفلوس الحقيقه في الدوله في بنود الدعم ده، تقريبا 68% من الدعم بيروح لرغيف العيش. لرغيف العيش، ورغيف العيش تحديدا في اكبر تسريب واكبر استهلاك للمنتج القمح عموما. فعمليه التسريب دي بتروح ازاي؟ بتروح اغلبها في فساد. الفساد ده نتيجه ايه؟ نتيجه دعم العيني وليس الدعم النقدي. أيوة. انت النهارده عندك منظومه في وزاره التموين فيها تقريبا قاعده بيانات كامله بالكروت الذكيه، موجود فيها كل المستحقين للحصول على رغيف العيش اللي بخمس قروش. حضرتك قررت تلغي الدعم او تحوله الى دعم نقدي، موافق، لكن خلي رغيف العيش ب 125 قرش وادفع الفلوس دي للمواطن الغلبان ويروح هو يشتري بيها رغيف العيش زي ما هو كان بيشتري، لكن ما تخلوش النهارده يبقى بدل ما كان بيشتري 10 ترغيفه ياخد 4 ترغيفه، وخصوصا ان احنا ثقافه العيش هي ثقافه مصريه، احنا من اكبر دول العالم في استهلاكا للخبز وما عندناش بدائل. ايوه، يعني في دول ثانيه عندها بدائل لاستخدامات الخبز، بتاكل رز اكتر، بتاكل مكرونات اكتر، لكن الثقافه المصريه مبنيه على الخبز بكل انواعه يعني. الحقيقه فانا بشوف النهارده الحقيقه قرار يعني مش مفهوم من الحكومه. كمان المبلغ اللي قال وزير التموين اللي هيتوفر نتيجه هذا القرار 13 مليار، وده رقم هزيل جدا ما يستاهلش ابدا ان احنا نضغط على اهالينا من لانه خد بالك حضرتك اللي بيستفيد من الخمس قروش ده اللي هو يعني الناس الغلابه جدا، والناس اللي هم عندهم معاشات، والناس اللي هم دخلهم يعني ما زادش حتى بمعدلات الزياده الحكومه يعني بتقرها في سلعه اساسيه. فالحقيقه انا طبعا يعني شايف ان القرار ده قرار خاطئ جدا، وانا اعتقد ان القرار ده هيكون المسمار الاخير في نعش هذه الحكومه الحاليه، وانه ده يعني هيكون سبب في سرعه تغيير هذه الحكومه، لانه توقيته خاطئ تماما. طريقه التنفيذ هذا القرار الحقيقه مش مفهومه خالص بالنسبه لي، لان انت لا رفعت الدعم ولا حولته لنقدي ولا عملت اي حاجه. كل القصه ان انت بتحمل المواطن الغلبان فاتوره فشل غير مفهومه. يعني انت النهارده كنت بتتكلم ان ما عندكش قاعده بيانات، لا، انت وزاره التموين عندها قاعده بيانات كامله، والمواطن ما بيصرفش غير من خلال الكارت اللي انت عامله له، فاذا انت عارف المواطن اللي يستحق. لو احنا زي ما حضرتك اشرت كده في المقدمه، لو احنا بنتكلم على البنزين،
دي ممكن ناخد وندي فيها. بنتكلم على الكهرباء ممكن ناخد وندي فيها، لكن رغيف العيش ده اساسي يا جماعه، يعني يعني مش ممكن الشخص اللي كان بيشتري بيروح بجنيه ياخد 10 ترغيفه ياكل هو ومراته وابنه، ولا هو ومراته واولاده يبقى بياخد 4 ترغيفه، اتعوض له. هل حضرتك عندك خطه بديله انك تعوض له الست ترغيفه اللي هو مش هياكلهم دول، هتديهم له في اطار سرعه اخرى؟ ما شفناش ده. اذا يا دكتور مصطفى كنت حضرتك بترى ان خطوه اللي هي الدعم النقدي كانت مفروض انها يعني تسبق هذه الخطوه، او ما نعملش حاجه يعني، عارف حضرتك احنا يعني قرار الحقيقه مش مفهوم يعني. انت حضرتك وفرت كام كمان يعني؟ 13 مليار ده في بند الموازنه المصريه اللي حتى اللي اعلنته الحكومه، ده لا شيء يعني، كان ممكن توفره من مرتبات مستشارين الوزارات المختلفه يعني. ده كان امر ممكن نتقبله ونفهمه. لكن حقيقه من قوت المواطن الغلبان وتمس اهم سلعه استراتيجيه بالنسبه له، ده امر الحقيقه بالنسبه لي امر غريب جدا جدا جدا، ومحتاج تفسيرات من الحكومه، لان التفسيرات اللي طالعه من الحكومه الحقيقه بالنسبه لي كلها غير مقنعه. شايف يا دكتور مصطفى ان ممكن ده ياثر، رغم ان ده قصه او ده اتجاه او ده دقيق غير الدقيق، ده ممكن ياثر على سعر العيش الحر؟ هيأثر على سعر كل حاجه. بص حضرتك، احنا كمان احنا عندنا ازمه ضمير كمان كلنا بنعيشها يعني. طيب، ما بين المواطنين يعني. انت بكره هتلاقي كل حاجه اتغيرت يعني قبل ما يتنفذ حتى القرار. بكره هتلاقي سعر سندوتش الفول عالي، مع انه ملوش علاقه، يعني ملوش علاقه بالراجل اللي بيبيع سندوتش الفول بالظبط، يعني ما بياخدش العيش ويتعمل له قضيه تموين لو خد من العيش ده بالظبط. لا طبعا، بص حضرتك، فكره الرقابه، حتى الرقابه الحكوميه اللي طول الوقت عمالين بنادي بيها، حتى رئيس مجلس الوزراء اكتر مره طلع وقال وهنكثفها، اللي هيحصل انه زي كل مره هيطلع الساده وكلاء لوزاره التموين هيلفوا مرتين ثلاثه وهيتصوروا وخلاص الموضوع هيتم. عارف يا دكتور مصطفى، يعني انا متهيألي ان احنا مش محتاجين مفتش التموين اللي بينزل يعمل شغله يبقى معلوم لدى الجهه اللي هو رايحها، انا محتاج مفتش التموين ده ما يعرفوش صاحب المخبز، يقف وسط المواطنين ويطلب حقه عادي ويشوف رد بتاع المخبز، ولما يعمل معاه مخالفه يقول له اهلا بيك انا مفتش تموين، لكن هو رايح مكتوب على جبينه او معروف ان ده مفتش التموين، احنا فاهمين بقى الدنيا هتمشي ازاي. والله الحقيقه الحل في كل الكلام ده هو الحوكمه، ان حضرتك المواطن لما عنده مشكله يدوس على زرار ويكتب مشكلته ويتم التعامل معاها من الدوله بشكل سريع جدا من خلال اجهزه الدوله المختلفه. غير كده طبعا منظومه الفساد هتفضل بتعيس في في في, في الحكومه المصريه فسادا وافسادا. انا عندي يا استاذ شنوده طالب دكتوراه الحقيقه مطلع بحث بخصوص القمح والاكتفاء الذاتي من القمح. انت عارف حضرتك ان احنا لو بس ادرنا او حوكمنا منظومه القمح واللي اهمها وزاره التموين، تمت حوكمتها بشكل كامل وتحويل دعمها من الدعم العيني الى الدعم النقدي، هتوصل اكتفائك من الذاتي من القمح في مصر اللي فوق 70%. 70% اكتفاء ذاتي؟ فوق 70%. يعني على التوسعات اللي بتعملها الدوله والزيادات انا مش هبقى محتاج ده، انا ممكن يبقى عندي اكتفاء واصدر بقى كمان يعني. صحيح، مش استوي. لكن هي الفكره ان في منظومه ما راضيه بالشكل ده يعني، مستفيده من الشكل ده. الحقيقه يعني انا يعني تمام يا دكتور ضد القرار اللي حصل ده تماما تماما، ومحتاجين توضيحات من الحكومه اتمنى تظهر ان كان عنده. صحيح. دكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابه الفجر، بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. مفتش التموين يجب ان يكون شخص غير معلوم لدى الجهه اللي راح يفتش عليها. زي كده يعني ما يقول لك اصل فلان راح الحته الفلانيه وتفاجئوا ان فلان ده مفتش تموين، احنا عايزين الناس تتفاجئ، ما تبقاش عارفه ان الاستاذ اللي رايح، مع كامل احترامنا لمفتشين التموين، لان هو كده لو اتعرف خلاص ما هو دوره بقى رقابي، والرقابه في الفتره الجايه سواء على مستوى شكل العيش او على وزنه او على كفاءته. خليني برضو اكد على نقطه ثانيه عشان اقول اللي ليا واللي عليا، او على تعاملي انا كمواطن مع رغيفه العيش، سواء بقى لما كان بشيرين لما يبقى بريال يبقى زي ما يبقى، كان حر كان، احنا برضو عندنا هادر من العيش كبير، عندنا انا عارف ان ممكن البعض يقول لي طب ده احنا بنتكلم لا بس يا جماعه احنا عندنا هادر من العيش كبير. يمكن العمليه دي اتظبطت شويه لما بقى في كارت واتبعد عن المطاعم وبقى يروح للمواطن، فبلاش نشوف العربيات اللي متحمل وفي نقط كمان بيروحوا ياخدوا بيها فرق حاجات سلع تموينيه، لكن كنا زمان كده تبقى ماشي تلاقي عربيه محمله عيش جودته كده تعبانه يقول لك فين ده رايح يتاكل غذاء خلاص المنظر ده قل شويه لان ما بقاش فيه القصه دي، بس لسه عندي عيش جودته وحشه، لسه عندي عيش مش حلو، لسه عندي اصحاب فران عندهم مشاكل، في ناس كويسه وبتعمل عليها وفي ناس اهو، يعني انا عندي رغيف عيش يجري ريقك زي ما قال لنا دكتور مصطفى، وزي ما انا قلت في البدايه تبقى عايز تاكله كده وهو طالع، تاكل لك رغيفين ثلاثه كده تحس انك انت شبعت. هي دي ثقافتنا على فكره كمصريين، احنا العيش الحافده بالنسبه لنا بقى مع طعميه مع جبنه مع اللي مش معاه، مع ورقتين جرجير وحته جبنه، دي ثقافتنا ودي تربيتنا، غني وفقير على فكره على كل المستويات. لكن في شوية حاجات محتاجة ضبط قبل بعض القرارات، فإحنا هنا بنتكلم على ضبط الأداء
التموين، الكلام ده كله، الرقابة، جودة الرغيف، تعامل المواطن مع العيش. طب تعالوا نسمع رأي تاني أو نشوف رأي تاني، هل هو هيؤيد اللي قاله دكتور مصطفى أو مخالف؟ بقى نروح لرأي اقتصادي متخصص. سمعنا رأي دكتور مصطفى، نسمع رأي دكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي في هذا القرار. دكتور سيد خضر أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بيك دكتور سيد. حابب أسمع تحليل حضرتك للقرار بتاع النهاردة في توقيته، في تبعاته، في الحاجات اللي هي البنود بتاعته كلها يعني. خلينا نقول طبعا مصر كلها اتفاجئت طبعا برفع رغيف العيش، وده طبعا بالنسبة للشعب المصري هو أهم حاجة لدى الشعب المصري ولدى نسبة كبيرة جدا من محدود الدخل ومتوسط الدخل التي تتعدى أكثر من 70%. ولكن خلينا نقول قبل يعني التداعيات سواء الإيجابية أو السلبية للاتجاه إلى رفع رغيف العيش، خلينا نقول إن إحنا الفترة الأخيرة لم نشهد رقابة حقيقية على أداء الأسواق خاصة المخابز. يعني فكرة عدم وجود رقابة وفقدانها بشكل كبير جدا خصوصا في وزن الرغيف. يعني إحنا لو شفنا وزن الرغيف لا يتجاوز من 60 ل 70 جرام، وده مفترض ان وزنه الاساسي 110 جرام. اذا في سرقه كبيره جدا في اصحاب المخابز وافران العيش. خلينا نقول البعض دكتور سيد، في ناس بتراعي ضميرها. اكيد البعض، بس احنا نحتاج فكره يعني فكره الرقابه والخوف من الرقابه ورهبه الرقابه. نحتاج الى اليات رقابه حقيقيه على الاسواق من خلال احنا بنقول ان مصر هتتجه الى فكرة التحول الرقمي والميكنة والافصاح والشفافية، يكون عندنا منظومة حقيقية لديها القدرة على الرقابة على الاسواق، لان احنا حقيقي التجار و يعني معظم المصنعين بنستغل الازمات، وهنستغل طبعا رفع العيش الى 20 قرش خلال الايام المقبله الى زياده العديد من السلع الاستراتيجيه بشكل كبير جدا. عادتنا ولا هنشتريها؟ ما احنا مع اي زياده كله بالتاكيد طبعا. وده يعني خلينا اقول لحضرتك لازم ان احنا الفتره اللي جايه نسال سؤال مهم جدا. كيف يصل الدعم الى مستحقيه الحقيقيين؟ يعني احنا ازاي ان احنا نوصل الدعم، وازاي ان احنا يكون في دعم حقيقي سواء دعم مادي او دعم عيني الفتره المقبله؟ هو ده اللي احنا محتاجينه الفتره المقبله، مع وضع ادوات واليات مهمه جدا لضبط واحكام السيطره على الاسواق بشكل كبير، حتى لا يكون هناك فكرة الانفلات المفرط في الأسعار بشكل كبير. وده احنا بنشوفه أو شفناه خلال المرحلة الأخيرة من تزايد وتيرة الأسعار العشوائية على المواطن. خلينا نقول فكرة ان احنا كل شوية هنضيف أعباء إضافية على المواطن، والمواطن طبعا لا يتحمل ارتفاع تلك السلع. احنا النهاردة مش بس رغيف العيش هيزداد، لا ده كمان في أسعار سلع أخرى، الأدوية، وكمان الفترة اللي جاية هيكون في ارتفاع لأسعار الكهرباء والبنزين. فكل ده بيكون ليه تداعيات سلبية بشكل كبير جدا على ارتفاع معدل التضخم، وده بيكون ليه نتائج سلبية كبيرة في ارتفاع العديد من الأسعار. صحيح يا دكتور. تفتكر الكهرباء ممكن ترفع قد ايه يا دكتور سيد؟ يعني اتوقع يعني من 25 ل 40% خلال الفترة المقبلة. 40% زيادة؟ من 25 ل 40. يعني اللي بيدفع مثلا، خلينا نقول اللي بيدفع مثلا ايه 1000 جنيه يدفع 1400 او 1250 تقريبا كده. بتكلم برضه على شريحه متوسطه يعني. بالتاكيد طبعا. يعني شوف حضرتك فكره الزياده بتنعكس على كل جوانب الحياه وعلى الاعباء الاضافيه في ظل ثبات متوسط دخل الفرد في مصر. ما انت النهارده ودي الاشكاليه. طبعا انت حضرتك بترفع النهارده كافه السلع، ما عندكش توازن في متوسط الدخل، فبالتالي المواطن لا يستطيع تحقيق التوازن بين مدخلاته وبين مخرجاته، فبالتالي بتاثر بشكل كبير جدا، وبيكون هناك ضغوطات كبيره على المواطن خلال المرحله المقبله. خلينا نقول ان احنا لازم الفتره المقبله يكون في هناك رقابه حقيقيه على الاسواق. فكره بقى يعني نرجع تاني لارتفاع سعر رغيف العيش. اتفضل. انا ضد ان هو يعني في هذا التوقيت، يعني احنا حاليا منطقه الشرق الاوسط بتشهد العديد من الاختلالات والتوترات بشكل كبير جدا، كمان احداث البحر الاحمر، وده بتاثر بشكل كبير على ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع سلاسل الامداد، واعتقد ده هيكون ليه تداعيات خلال الفتره المقبله على ارتفاع العديد من السلع الغذائيه، مش بس في مصر ده في المنطقه باكملها، فده هيكون ليه تداعيات. كان لابد ان يكون هناك فكره الشرائح، يعني احنا لا امانع ان احنا نرفع او نلغي الدعم بشكل تدريجي ويكون هناك شرائح. ايوه يعني احنا بدل ما نرفع
نهونها شوي. بالظبط يعني احنا مثلا عندنا سعر الرغيف بخمس قروش كان ممكن ان احنا نرفعه صحيح. بشكل تدريجي صحيح. الى 10 قروش وخلال سنه 15 وهكذا، بحيث ان احنا برضو يكون في مراعاه لعدم اضافه اي اعباء على المواطن ومراعاه للاحداث الاقتصاديه والجيوسياسيه في منطقه الشرق الاوسط. صحيح يا دكتور سيد. دكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا على هذا الشرح والتوضيح، فكره الشرايح وفكره التهوين وفكره يعني مش مرة واحدة، يعني في حاجات تخلي تأثير حتى القرار يبقى يعني بالراحة بس شوية. طيب سمعنا رأي دكتور مصطفى، سمعنا رأي دكتور سيد، تعالوا بقى نشوف خبر تاني متعلق بهذا الموضوع ولكن من جانب آخر. شعبة المخابز علقت على فكرة دمج الذرة مع القمح لإنتاج الخبز وقالت إنه بيوفر 600 مليون دولار سنويا. الكلام ده على رئيس على لسان سكرتير شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، قال إن فكرة إنتاج الخبز مع دمج الذرة مع القمح بتكون بنسبة 20% فقط من الذرة، وده كمان اللي كان أشار ليه سيادة الرئيس من كام يوم، وأضاف إن شكارة الدقيق زينة 50 كيلو جرام سيكون بها 10 كيلو جرامات من الذرة مقابل 40 كيلو جرام قمح، يعني تقريبا 20%، وأوضح إن فكرة الدمج هتوفر للدولة 600 مليون دولار. طبعا لما بيتكلم رئيس شعبة المخابز اللي هم أهل المهنة وأكثر دراية بها واللي عارفين مشاكلها في السلبيات والإيجابيات والتحديات بتاعتها، تعالوا بقى نفهم ونروح لأهل هذه المهنة، وبيشرفنا يكون معانا على الهاتف الأستاذ خالد فكري سكرتير شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية. أستاذ خالد أهلا بيك. أهلا يا أستاذ شنود، إزي حضرتك يا أستاذ شنود؟ أهلا بيك يا فندم. أنا أهلا بيك يا أستاذ خالد، مشرفني ومنورني. تسلم، ربنا يخليك يا استاذ شنود. استاذ خالد خليني قبل ما اروح للتصريح بتاع حضرتك النهارده، خليني برا يعني انا بتكلم مع يعني راجل بخبره حضرتك ووضع حضرتك في الغرفه التجاريه، احب اسمع تعليقك على تحريك سعر الخبز المدعم من 5 قروش ل 20 قرش. تمام، هو حضرتك زي النهارده سبت رئيس الوزراء قال والدكتور علي مصلحي قال ان الرغيف من سنه 88 سعره لم يتحرك وهو 5 قروش. النهارده بنتكلم في احنا في 36 سنه تقريبا وهو الرغيف بخمس قروش. طبعا مفيش حاجه قاعده بالسعر دوت خالص الا الرغيف، العمله نفسها الخمس قروش دي مش موجوده. ايوه اللي احنا كنا بنتعامل بيها. فكان لازم يبقى في تحريك في سعره. طيب. التحريك بقى كان امتى؟ قبل كده كانوا بيقولوا كان هيبقى قبل حرب، قبل كورونا، وقبل بعد كده جت كورونا، جت حرب روسيا واوكرانيا، جه بعد كده موضوع غزه، الدنيا بتسلم بعضها من اسوء لاسوء. تفتكر كان محتاج تدريج يا استاذ خالد؟ يعني كنا محتاجين نتحرك خطوه خطوه؟ انا معاك في التدريج، بس الفكره ان برضو النهارده دوله رئيس الوزراء بيقول لك الرغيف ان احنا بنتكلم مكلف الدوله مثلا 100 وشويه مليار في دعم الرغيف. وكان قبل كان 97 مليار للرغيف. النهارده لما بعد الحسبه اللي حسبوها ديت بعد ال 20 قرش اللي هم 15 قرش اللي اتضافوا في الرغيف، من الرغيف بقى 3 أضعاف زياده في سعره. وصلنا ل 84%، برضه الدوله بتدعم الرغيف من قيمته 84%. فبرضه كده برضه الدعم برضه يعني في الرغيف برقم كبير، رقم عالي. برقم كبير، صحيح. تمام. فهنا هو زي ما حب طبعا يطلع من الموضوع، عايزه سنه سنه، بس الفكره الوقت مش مساعده ان هو يطلع من الموضوع واحده واحده مع الناس. تمام. فهو بقى لا طلع، احنا اتفاجئنا طبعا بالقرار النهارده من يومين، قال ان في احنا الدوله على استعداد نتحرك سعر الرغيف. رئيس الوزراء لما كان في اسكندريه بس مش فاكرين هو بالسرعه دي. بالظبط كده، ما توقعناش ان هو يعني النهارده الساعه 3:30 المؤتمر الصحفي رئيس الوزراء بيقول ان الرغيف هيبقى ب 20 قرش من يوم السبت اللي جاي 1/6. فطبعا احنا كاصحاب مخابز احنا بننفذ قرارات الدوله، لان احنا منفذين طبعا لقرارات الدوله في توجهاتها كلها. خليني طالما بتكلم على برضو انا اتكلمت على المدعم يا استاذ خالد وحضرتك اهل المهنه واهل الخبره، هل ممكن سعر الرغيف السياحي او ما يعرف بالعيش الحر اللي هو المفروض ان هو سكه تانية خالص عن المدعم، هل يتاثر بهذا الكلام ام ان هذا الكلام منفصل عن ده؟ لا اطلاقا، ملوش دعوه خالص بالقصه. يهمني التصريح ده بقى منك، وضح لنا. لا خالص، الخبز السياحي سعره كما هو بموازين كما هي زي ما كانت طالبها الوزاره. انا يعني من موقع حضرتك بتوضح لنا الكلام ده. اتفضل. لا خالص، مش ما فيش لعب في اسعاره خالص، ولا حد يجي جنب سعره. سعره زي ما الوزاره كانت مطلعه التوجيه اللي هو كان بعد العيد اللي فات دوت، شهر 4 اللي فات، موازينه واسعاره. الرغيف اللي هو بجنيه ونص ب 75 قرش، ال 40 جرام وبجنيه ونص ال 80 جرام، سعره ثابت زي ما كما هو. يعني ما يجيش حد يضحك على الناس بكره يقول لهم معلش اصله زاد بقى اطلاقا، ده الكلام كله على المدعم.
هو ملوش دعوه بالمدعم خالص، بيتكلموا على تاني ودي تاني ورده تاني وقصه تاني. لا لا خالص ملوش دعوه خالص، ملوش دعوه. لان الخبز السياحي ده بينتج من 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 الدقيق 72%. احنا بنتكلم على الدقيق 87% ونص. حتى الخلط لو تم اللي هو ممكن يرجع على فكره الفتره اللي جايه، ممكن يتم ارجاعه شويه على فكره، اللي هو بتاع ال 20% اللي حضرتك مصرح بيه النهارده. بالظبط ال 20% ممكن يتم ارجاعه شويه. لو تم حتى ملوش دعوه برضه بالسياحي. وهو الخلط ال 20% دول هيتم بناء على ايه؟ الدره احنا كنا بنصرف قبل كده في سنه 99 و2000 لحد 2007 بنصرف الدره الشاميه اللي هي البيضه، وكان برضه بتيجي بنسبه الخلط 20%، بس كان في عيوب وتم تفادي العيوب ديت. ايه العيوب دي بقى؟ العيوب كانت الدره البيضه دي كانت في الحر بالذات كانت بتحل في العجين، بتخلي الرغيف سايح. اللي هي تخلي الرغيف، معلش استاذ خالد، مش متماسك وسامح، مش متماسك وياخد اشكال كده مفلطح شويه مطول. بالظبط، لو متماسك هيدوره، انما لو هو بيخبزه وهو مش متماسك هيطلعه زي عيش. فكانت دي عيوب الدره اللي هي الشاميه. كانت وخاصه في الحر، الشتا كانت معقوله شويه متماسكه شويه. أيوة. حتى لما بتقلل لها العيار بتاع الميه برضو متماسكه سنه، انما الصيف لا، جو حر بطبيعته. ولو انت يعني عايز العجين، يعني بمعنى في الشغل عندنا العجين عايز تخطف في الشغل بتاعه ما يتركنش يعني. فبالتالي لو النقطة عندك شويه او دروب حصل معاك او حاجه، كل اللي عندك ده باظ. كان الاول هو مش هيبوظ، هو هيطلعه برضو للناس، بس هيطلعه بايظ، مش عايش هيتاكل. غير مطابق للمواصفات. وكانت الدوره بتيجي برضو من عيوبها، كانت بتيجي في قلب الشكاره احيانا، بتيجي سليمه في قلب الشكاره. يبقى انت الطحانه عندك في المخبز المفروض تجيب مطحونه، وكانت بتيجي فيها اوالح، الشكاره فيها اوالح. فهم فطنوا ليها، قعدوا في فتره كده سنه 2006 2007 قبل ما تتوقف بسنتين كده، فطحنوا القمح مع الذره بقى يجي في شكاره واحده. تمام. ال 10% ال 20% بتقسم على الشوال اللي هو ال 100 كيلو. أيوه. كل شكاره فيها 40 كيلو قمح و10 كيلو ذره. تمام. ده الذره البيضاء اللي احنا كنا بنتكلم عليها الاولانيه اللي اشتغلناها الاول. صحيح. فلما قعدت دي كانت كويسه بقى، لانها بتيجي مطحونه مع القمح. دي بقى دي اللي المفروض ترجع تاني لو بقت بنسبه 20% انها مظبوطه. مش الدوره دي بقى. ايه بقى؟ الاستراس اتكلم عليها، مش الدوره الصفراء الشماليه الصفراء. امال ايه بقى اللي اتكلم عليها الرئيس؟ الدوره العوجه اللي يقول عليها دوره عوجه، اللي بتاكل الحمام. هي الدوره الصفراء هي دي اللي يقصدها الرئيس. دي اللي هتيجي تاني، دي بقى فيها قيمه غذائيه مضافه. مع القمح. ونسبة ال 20% مش هتأثر. هي ال 20%، كل شكارة 10 40 50 كيلو فيها 10 كيلو. تمام. وال 40 كيلو قمح. تمام. دي اللي هي اللي الرئيس قال عليها، اللي هي هتيجي في المستقبل. صحيح. امتى بقى؟ وجايز ترجع على فكرة حضرتك، لأن وجايز ترجع. تمام. لأن مع تعديل سعر الرغيف احتمال ترجع لسبب. الدورة برضو مش رخيصة. الدورة غالية. فعشان ولما وقفوها سنة 2007 لما الدكتور علي مصبحي كان في أول ولاية ليه وهو وزير، وقفها بعد ما الناس اشتكت منها وبتاع، كان وقتها احنا بنصدر الذره. تمام. وكان القمح ارخص من الذره. صحيح. فقال طب انا اخلي الغالي ابيعه والقمح انا اخليه في الرخيص. كويس ان حضرتك وضحت لنا برضو كل النقط دي. استاذ خالد فكري، سكرتير شعبه المخابز باتحاد الغرف التجاريه، بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. السياحي مفهوش زياده، ما يجيش حد بكره ولا يوم السبت 1/6 يقول لي لا انا بشتري غيوب بجنيه ونص، ده باتنين جنيه. ليه يا عم؟ ما انت ما شفتش التاني بقى بريال يا عم، بقى بعشرين قرش. انت مش واخد بالك ولا ايه يا جماعه؟ محدش يضحك عليكم. اللي كان معانا ده استاذ خالد سكرتير الشعبه، ومن الاول حتى مع كامل احترامنا طبعا لكل اللي قاله استاذ خالد وصحه هذا الكلام، بدماغنا كده دي سكه ودي سك، ده دقيق وده دقيق، ده عليه دعم وده معلوش دعم. انت هتضحك عليا او خلوني اتكلم، انا اسف في اللفظ يعني بالعاميه المصريه، انت هتشتغلني. فما تخلوش حد يضحك عليكم. السياحي مش هيزيد ومفهوش زيادات وملوش علاقه بالقرار بتاع النهارده، عشان احنا عارفين ان احنا عادتنا ان احنا ايه بنزود مع الكلام ده كله. طيب، جنب التصريحات بتاعه الدكتور مصطفى مدبولي وعندنا التصريحات بتاعه استاذ خالد، النهارده بقى كان في تحرك برلماني سريع بعد هذا المؤتمر الصحفي. تحرك برلماني تم ازاي؟ الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب قدم النهارده طلب احاطه عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء والوزير التموين والوزير الماليه. جاء ذلك بعد اعلان الحكومه رفع سعر الخبز ل 20 قرش اول الشهر. اضاف الدكتور فريدي في طلبه بان بعد اعلان رئيس الوزراء رفع السعر، وجب ان احيط علم رئيس الحكومه ان هناك ملايين من الشعب تحت خط الفقر الغذائي، أي أن دخلهم لا يكفي للإنفاق على غذائهم، وهو بالكاد يتغذون على هذا الخبز المدعوم، حسب تعبير دكتور فريدي. وأضاف: واجبنا الوطني أن نحيطكم أن الخبز المدعوم هو أمن قومي لا يجب المساس به، ووجب على الحكومة التفكير عدة مرات قبل الاقتراب من سعره، وكذلك قبل تحريك أسعار الخدمات. وأردف:
كانت هناك تعليمات من مؤسسات دولية برفع الدعم، فمن غير المقبول ولا المنطقي أن يتم ذلك قبل زيادة المساعدات وزيادة حد الحماية الاجتماعية وتقديم دعم نقدي للأفراد. طبعا هنا ابتدى بقى يبقى في تحرك من نواب البرلمان، وهو تحرك له كل الاحترام والتقدير وتحرك محمود. هل هذا التحرك بكل الحاجات واللي هنعرفها اكتر يعني اللي قالها دكتور فريدي هتقابل ازاي المرحلة الجاية، هيتم تنفيذها ازاي، هتتناقش ازاي؟ تعالوا نفهم اكتر هذا الطلب الاحاطة المقدم من النائب الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب وهو معنا على الهاتف. دكتور فريدي اهلا بيك. اهلا بيك، مساء الخير، تحياتي لحضرتك وللمشاهدين المحترمين. اهلا بيك يا فندم. تحرك عاجل من مجلس النواب ومن حضرتك النهارده، حابين نفهم تفاصيله. يعني هو طبعا التحرك ده على خلفيه اعلان الحكومه عن رفع الدعم جزئيا على رغيف الخبز، وعلى يعني نيه الحكومه اعلنت نيتها عن تحريك بعض اسعار الخدمات الاساسيه. يعني عن نفسي وسياسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اللي بشرف ان اكون نائب رئيسه، احنا دايما بنقدم الحلول البديلة، يعني مش بنعترض بس، لكن احنا في النهاية بننحاز للمواطن الاكثر احتياجا، المواطن الفقير اللي هو بالفعل بيعاني معاناة فوق طاقته. طيب. ويعني اكاد اقول ان كل طبقات المجتمع بتعاني حاليا، لكن في طبقات يعني تحت خط الفقر، وتحت وفي ناس تحت خط الفقر الغذائي، والخط الفقر الغذائي ده بيعرف اللي هو المواطن اللي دخله لا يكفي انه يشتري اكل فقط. فيعني بالاحصائيات بتقول ان في ملايين المواطنين دخلهم غير كافي ان هم يشتروا الاكل الاساسي. فالخبز المدعوم ده في ناس عايشه عليه، انا ده قلت في طلب الاحاطه انه ربما الحكومه ما تعرفش ان في ناس عايشه على العيش الحافي. فلما يجي يرفع الدعم 300% ده يعني قفزه كبيره في السعر، وهيأثر على طبقات اخرى، وده يعني مش هو اللي هيغطي عجز الموازنه. احنا لو حللنا يعني في ارقام سريعه، يمكن احنا مش يعني مش هنتكلم في جزء متخصص، لكن هقول ارقام سريعه. انا يعني نسبه الموازنه اللي الحكومه قدمها السنه الجديده 24-25 حوالي 50% منها هي خدمه الدين، لكن دعم الخبز مثلا بيمثل 2% فقط. دعم الكهرباء حسب ارقام الحكومه، دعم الكهرباء اقل من 1% من الموازنه، فمش هو ده اللي هيقوم الموازنه، لكن الدين هو السبب في المشكله. وانا قلت ان احنا الحكومه انتهجت سياسات اقتصاديه خاطئه ادت الى ازمه اقتصاديه، وده اللي دلوقتي بيحاولوا يعني يعوضوها بان هم يحركوا حاجات هتاثر على المواطن الغلبان وتمس جيب المواطن اول حاجه، لكن لازم يكون في حلول بديله. ايوه لسه هسال حضرتك يا دكتور، ايه البديل اللي انتوا اقترحتوه؟ البديل انه اولا يحصل في اعاده نظر في سياسات الحكومه الاقتصاديه، والعمل على اقتصاد حقيقي. واذا كانت الحكومه بتتكلم على تقشف، ما يبقاش تقشف انتقائي، ما ينفعش اقول انا هعمل تقشف في سعر الخبز وفي نفس الوقت انا عندي يعني مشروعات بتكلف تريليونات الجنيهات وبعضها غير مجدي ولم تتم دراسات جدوى ليه، واحنا مستمرين بنفس القوه ومكملين فيها. فلازم يكون في تقشف، ونبتدي بال يعني في اولويات، الحاجات اللي هي الاقل احتياجا نقدر ناجلها، والحاجات الاكثر احتياجا ما ينفعش اعمل فيها تقشف. ولازم قبل ما يعني فكره الدعم، انا النهارده لو هعمل دعم، وبرده الارقام اللي بتقولها الحكومه انه احنا بنخسر في رغيف العيش، ورغيف العيش مكلف 120 قرش، هو يعني في حسبه ثانيه تطلع ان الحكومه مش خسرانه، لانه انت بتبيع الرغيف ده، مش كل الناس بتشتري رغيف بخمسة سعر، مش كل الناس معاها بطاقات تموين، دي نسبه قليله من الشعب اللي معاهم بطاقات تموين وبيشتروا. النسبه الاكبر بيشتروا رغيف غير مدعوم. الرغيف الغير مدعوم ده ثمنه ب 2 جنيه و3 جنيه. فالحكومه بتبيع القمح الغير مدعوم بمكسب، لو هو على ارقامها الرغيف هيكلف 120 قرش، طب ما هو اللي بيشتري ب 2 جنيه و3 جنيه يبقى الحكومه بتكسب فيه. قصد حضرتك ان ده يشيل ده؟ بالظبط. يعني هو انت لو حسبت النسبه تطلع الحكومه كسبانه في الاخر، مش بتدعم العيش. لانه لو حسبت النسبه اللي بتشتري القمح الغير مدعوم والنسبه اللي بتشتري قمح مدعوم او الرغيف المدعوم، هتلاقي اللي بيشتروا القمح الغير مدعوم اكبر، عددهم اكبر. فهو الخساره مش كل الناس الحكومه مش بتخسر بهذه الارقام اللي بتتكلم فيها. دكتور فريدي معلش وعذرا للمقاطعه، امبارح كنا سمعنا تصريحات برضو عن فكره
الدعم النقدي بشكل عام بقى الخبز او السلع، تفتكر ان حضرتك مبلغ زي ال 1000 جنيه لو قلنا اسره فيها خمس افراد وخدت دعم 5000 جنيه والعيش بقى حر، ده يحل المشكله يا دكتور فريد؟ يعني فكره الدعم النقدي في حد ذاتها هي فكره كويسه، يعني ان الدعم يروح للمستحقين، لكن هي تتحسب بقى يعني ايه الرقم اللي يبقى كافي ان الاسره تعيش حياه كريمه تقدر تكفيها يعني من احتياجاتها الاساسيه. فانا مع فكره الدعم النقدي، لو انا هعمل دعم نقدي لكل شخص محتاج بحيث يبقى عندهم الحد الادنى اللي يكفي لهم حياه كريمه. ده هيضمن انه ما يبقاش في فساد في منظومه التوزيع، ما يبقاش في دعم بيروح لغير مستحقيه، كل الشخص المحتاج فقط هو اللي ياخد الدعم. فلكن قبل ده لازم يحصل قبل ما ابتدي احرك الاسعار، يبقى في حمايه وحزمه من الحمايه الاجتماعيه ودعم نقدي يتقدم قبل ما احرك سعر الخبز واحرك سعر البنزين وسعر الكهرباء اللي بيأثر على كل الناس وبيأثر على المواطن الفقير، هو اكتر واحد بيتأثر بيه. تمام دكتور فريدي، خليني اخيرا اسال حضرتك، وبرضه حضرتك يعني نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي وحزب بقاله سنوات في الساحه السياسيه المصريه، هل تقدمتم باي رؤى مساعده للحكومه بشكل او باخر كحزب بقى غير كمجلس النواب تساعد في بعض حلول هذه المشكلات؟ يعني طبعا تقدمنا، ولا احنا مشاركين بقوه في الحوار الوطني. تمام. وعندنا قدمنا اوراق اقتصاديه وحلول اقتصاديه من خبراء اقتصاديين في الحزب لطريقه يعني اصلاح هيكلي للاقتصاد وايه الحاجات اللي الحكومه لازم تنسحب منها والحاجات الحكومه لازم تدي لها اهتمام اكتر، حاجات دراسات يعني موضوعيه مكتوبه بالارقام. ومن خلال مجلس النواب احنا في الموازنه اللي فاتت السنه اللي فاتت صحيح رفضنا الموازنه، لكن احنا كنا الحزب الوحيد اللي قدم دراسه بديله للموازنه. تمام. وقدمنا اقتراح باعاده تبويب الموازنه، وايه البنود اللي لازم تتخفض وايه البنود اللي لازم يحصل فيها زيادات مش مجرد رفض للموازنه وخلاص. تمام. فقدمنا دراسه وساعتها الحكومه قالت ان احنا يعني هناخدها وهندرسها ودي دراسه مهمه وكده، لكن يعني طبعا ما فيش حاجه اتنفذت منها. لكن احنا دايما بنقدم فعلا حلول سواء في مجلس النواب او في اي مجال اخر يوجد في مساحه للتعبير. تمام. او ابداء الراي. صحيح. سيادة النائب دكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب، كل الشكر والتقدير والاحترام لحضرتك على هذه المداخلة وهذا الإيضاح وهذا التقدم بطلب الإحاطة العاجل السريع. هسيب ملف العيش واروح لملف تاني لا يقل سخونة عن ملف العيش، وهو تصريح حكومي أيضا من مجلس الوزراء، ولكن هذه المرة ليس من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولكنه من المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري. قال خلال تصريحات أن هناك فاتورة كبيرة تتحملها الدولة نظير دعم الوقود، وأن في رفع تدريجي للوقود حتى نهاية 25، وأضاف أن قطاع الكهرباء يحصل على الوقود بأقل من تكلفته الحقيقية. عايزين نركز بس في النقطة دي، لتشغيل محطات التوليد سواء عبر الغاز الطبيعي أو المازوت. وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه بوضع خطة على مدار 4 سنوات تخص قطاع الكهرباء للعودة إلى الوضع السابق الذي كان سائدا خلال الفترة من 16 ل 21 عندما تم الانتهاء من دعم الوقود. دعم الوقود ده كلمة بتحتمل أكتر من حاجة، أنا عندي الوقود ده بيشمل السولر اللي بيتباع كسولر، وعندي السولر أنا هنا بتساءل بقى كإعلام، وعندي السولر اللي بيروح للمحطات فده مدعوم، وعندي الكهرباء نفسها مدعومة، فهل لما بتكلم عن دعم الكهرباء أنا بتكلم على الدعم إجمالا بتاع الكهرباء اللي من جواه دعم السولر، ولا بتكلم على دعم السولر اللي متوجه لدعم الكهرباء؟ وبعدين لما بتكلم عن الوقود، الوقود هو البنزين والسولار والغاز الطبيعي، هل ما زال حتى يومنا هذا رغم ارتفاع أسعار البنزين هل هناك دعم يقدم للوقود؟ أنا بطرح تساؤل. تمام؟ ونوه المستشار الحمصاني إلى التحرك تدريجيا بخفض الدعم المقدم للمواد البترولية على أن يتم الانتهاء من الدعم بحلول 2025. طب ما يا فندم ما احنا في تصريح فوق بيقول على مدار 4 سنوات وإحنا في 2024، 4 سنوات 2024 يبقى 2028، 25 دي يبقى أنا بتكلم في سنة وكسور أو أقل أو أزيد. أنا عايز أفهم بس، يعني كل الاحترام والتقدير لأي تصريح، بس أنا عايز أفهم التفصيلات عشان التصريح لما يبقى فيه حاجات مش واضحة أو مش مكملة أو مش مفسرة بتدي برضو المجال إن كل حد يجتهد سواء مواطن بنية سليمة أو آخر بالداخل أو في الخارج بنية غير سليمة، فأنا بس محتاج أفهم هذا الكلام. أنا بقول لحضراتكم أنا عارف إن السولار سواء اللي بيتحط في العربيات النقل أو نقل الحاجات أو الميكروباصات أو الحاجات دي ما زال حتى الآن مدعم.
النهارده بنقول الاستوار اللي متقدم لمحطات الكهرباء مدعم، هل ده لوحده ولا في حاجه تاني في محطات الكهرباء او في شركات الكهرباء ده اللي مخليانا لسه في دعم الكهرباء؟ البنزين بسعره ده مدعوم ولا مش مدعوم؟ هل اتشال من عليه الدعم ولا اللجنه بتاعت التسعير اللي كل 4 شهور بينزل او يطلع خلاص بقيت زي بره؟ برضو ده سؤال. الوقود المقدم للمحطة، فأنا برضو محتاج أنا كمواطن، مش أنا كمتخصص لدكتور اقتصاد ولا بتاع، أنا كمواطن متابع محتاج بس أفهم الحاجات دي عشان ما تهش، عشان الدنيا ما تخشش في بعضيها، عشان الأسلاك بس تبقى كده متفنطة. ده وقود، ده غاز، ده كهرباء، ده على جنب، ده عندنا ضغوط خارجية وضغوط وميزانية ونسب وبتاع، فالدنيا تبقى مترتبة يا جماعة. بس الناس ليها عقل واحد، فياريت نستف بس الحاجة كده، 1 1 2 3 4، 2 فيها 1 2 3 4، تبقى متقسمة بس عشان الناس تستوعبها. في تصريحات تاني برضو النهاردة لمعالي وزير المالية ولكنها مفهاش زيادة، الحمد لله خلصنا اللي فيها زيادة. تعالوا نشوف بقى للتصريحات التاني. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه لا زيادة في أسعار أو شرائح الضريبة على الدخل بما فيها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، مشيرا إلى تقديم بلاغ للنيابة العامة ضد من يقوم بنشر وترويج الأكاذيب لإثارة البلبلة والإضرار بمصالح البلاد لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده بحسب البيان اللي صادر اليوم. أوضح الوزير أننا نتوقع نمو الحصيلة الضريبية في 23-24 و24-25 بمعدل أكبر من 30% نتيجة الميكنة، ما فيش ناس بتتسرب يعني بسبب الميكنة، ضبط الأداء، توسيع القاعدة الضريبية، مكافحة التهرب الضريبي، ضم الاقتصاد غير الرسمي، وده مهم جدا، وده مهم جدا. في حاجات في الاقتصاد الغير الرسمي غير خاضعة للضريبة بمبالغ خرافية، أنا مش عايز أقول نسبها، طب ما في فلوس أهو، طب ما في سكك تاني، طب ما الاقتصاد غير الرسمي ده لو دخل في الوعاء الضريبي واتظبط وعملناه، طب ما أنا استنى بقى أظبط شوية أروح للدعم النقدي، أظبط الحتة دي، يعني في شوية حاجات كده. ده اللي أنا بقوله إن في حاجات بتتكامل مع بعضيها. أنا النهاردة اقتصاد غير رسمي سمعنا عليه أرقام، أنا عايز أقول لكم في بعض الأحيان من خبرة مش كلامي، بتتضاعف مع اللي في الاقتصاد الرسمي في كل الأسواق، لا أستثني سوق من الأسواق، وحضراتكم عارفين أنا أقصد إيه وبعني إيه بكل التفصيلات، في سلع وخدمات يعني مقدمة للعديد من المواطنين في صورة اقتصاد غير رسمي. طب ما هو في سكك وفي رؤى وفي حلول. الابتكار، التفكير خارج الصندوق، هو ده، هو ده اللي بيعدي من الأزمات. محدش بينكر مفيش أزمة، ومحدش بينكر مفيش ضغوط على مصر، ومحدش بينكر اللي احنا شايفينه في المنطقة، ومحدش مفيش يعني بني آدم ما بيشوفش اللي يقول ده الكلام ده مش موجود، ولكن وسط هذا أن تتوائم بين تلك الرؤية وهذه الإدارة. أضاف الوزير أننا نعتمد على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر التوسع في استخدام الأنظمة الضريبية الإلكترونية التي أسهمت بالفعل في زيادة الإيرادات الضريبية. يعني خبر دكتور محمد معيط أهو في شوية توضيحات، يعني ما فيهاش زيادات، احنا اتكلمنا على اللي فيه الزيادات وقلنا بما فيه الكفايه، وسمعنا اراء المتخصصين وسمعنا اراء اعضاء مجلس النواب. كده انا خلصت الملف بقى الخاص بالتصريحات النهارده. تعال بقى نروح للملف الرئاسي، وكلنا عارفين ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في زياره مهمه جدا للصين، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالرئيس الصيني شي جينج بالعاصمه الصينيه بكين في اطار زياره الدوله التي يقوم بها سياده الرئيس للصين. طبعا متحدث رسمي لرئاسة الجمهورية قال ان الرئيس الصيني استقبل الرئيس السيسي بقاعة الشعب الكبرى في بكين واجريت مراسم الاستقبال. طبعا التركيز كان على العلاقات بين مصر والصين، وكلنا عارفين حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، مستوى الترفيع هذه العلاقات لمستوى الاستراتيجية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، التنسيق خلال المرحلة المقبلة بشكل أكبر، شركات أكبر، تعاون أكبر، مشروعات أكبر. يعني المواطن المصري البسيط عارف حجم التبادل التجاري، ومش الحاجات البسيطة يعني مش اللعب والإكسسوارات لا لا لا، ده في شغل عالي بين مصر والصين وبقاله سنين وبيزيد وهيزيد، فهي زيارة هامة جدا في هذا التوقيت. نروح بقى للجزء الثاني. شدد الرئيس الصيني على ضرورة وقف الحرب في غزة، مؤكدا الخطورة البالغة للعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية بحسب تصريحه على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، وآخرها القصف المتعمد طبعا اللي كان أول امبارح لمخيم النازحين التي نتجت عنه كارثة إنسانية مفجعة. بدوره دور مصر، وأكد على في هذا السياق على دور مصر المحوري وجهودها الدؤوبة للتهدئة وإنفاذ المساعدات.
اتفق الرئيسان على ضرورة وقف إطلاق النار، رفض التهجير، مؤكدين على تطبيق حل الدولتين، يعني ده رأي الصين برضو، حل الدولتين هو الضامن الرئيسي لاستعادة الاستقرار. ناقش الجانبين الأوضاع في القارة الأفريقية، اتنقلوا بقى الملف آخر بعد غزة وبعد الاقتصاد وترفيع الشراكة للقارة الأفريقية، والصين يا جماعة لمن لا يعلم متوغلة في القارة الأفريقية، ومصر أيضا ليها يعني مخططات ومشروعات وتنمية وطرق وهتتعمل تخترق القارة الأفريقية. إذن التنسيق بين مصر والصين في القارة الأفريقية هو شيء رائع، وما يتم من طرق والطريق القاهرة كيب تاون والمناطق التجارية والمواني المصرية والكلام ده كله العلاقة بهذا الكلام، سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يدعم جهود القارة التنموية، حيث حرص الرئيس على تأكيد الأولوية القصوى لضمان الأمن المائي المصري. أيضا يعني الموضوع استعرض جانب الأمن المائي المصري. شهد الرئيسان عقب ذلك مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات في التعاون بين البلدين، من بينها خطة التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق، ده اللي احنا بنتكلم عليه بقى، من الصين مرورا بالمنطقة اللوجستية بتاعت قناة السويس والشغل اللي بيتعمل فيها، وتعدي بقى وتعبر والعكس القادم من تحت من القارة الأفريقية وطالع رايح الصين، ومصر هي المحطة ومصر هي البوابة ومصر هي اللي بيعدي عليها كل الكلام ده كله. إذن هي زيارة هامة جدا جدا. أيضا الابتكار التكنولوجي، واللي مصر في توجهات قوية لي على كل المستويات في هذه المرحلة، وتكنولوجيا الاتصالات وعدد من مجالات التعاون الأخرى. على سياق آخر أو في سياق آخر في نفس الزيارة، التقى الرئيس بالعاصمة الصينية مع تشاولي جي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. صرح المتحدث بأن طبعا دي الزيارة دي اتكلمت على البرامج المشتركة، أو هذا اللقاء على البرامج المشتركة بين البلدين والعلاقات المتميزة بقى للبعد البرلماني بين البرلمان المصري وبرلمان بكين، وكان في زيارات في وقت سابق لعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب المصريين راحوا الصين. وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية بما يساعد على تبادل الخبرات التنموية. وأكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اعتزاز بلاده ومجلس النواب بالعلاقات التاريخية بين البلدين وترسيخ هذه العلاقات والدور المحوري. إذن كان هذا هو ملف زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، وخليني أؤكد لحضراتكم ليست سياسة فقط، لكنها سياسة واقتصاد وأفريقيا وتنمية وعلاقات تربط مصر بالصين قوية وتزداد وسوف تزداد. في هذا التوقيت نحتاج إلى مزيد من هذه الاتفاقيات وهذه الشراكات مع دولة عظمى وكبيرة وصديقة زي دولة الصين. كده خلصت الأخبار، لكن عايز أرجع مع حضراتكم للسؤال اللي احنا طرحناه والخبر الرئيسي اللي كان عندنا النهاردة بتاع ما رأيك في زيادة سعر رغيف الخبز من 5 قروش لعشرين قرش. كم تعليقات يا جماعة من الناس جايلنا يعني كتير جدا جدا جدا. خلينا نقرأ بعض هذه التعليقات. أنا عايز أقول لكم أنه من كتر التعليقات يعني أستاذ كراس بيقول لا يعني 5 بجنيه ليه، ده الأول كان الجنيه بيجيب 20 في بطاقة التموين، وكويس عشان نترحم من قطع النور أو يغلي حاجة بدل ما نتبهدل في قطع النور. هو شايف يعني أنه ممكن ده يكون حل، يعني الفلوس دي تتوجه للكهرباء. ده أستاذ كراس. أستاذة فيفي بتتهم الحكومة بالفشل، وأرجو أن يتم تصفية غير المتاح في الدعم يعني غير المحتاج للدعم والخبز والبنزين، وأولهم بياعين الشوارع، سارقي الكهرباء، سارقي جيوب الناس، الاقتصاد غير الرسمي. حرام نتعامل زينا زي المليارديرات، مفروض يبقى فيه يعني الناس المواطن العادي. أستاذة ريموندا بتقول ليه ما يرفعوش الدعم من المؤسسات اللي ملهاش لازمة ويسيبوا العيش في حاله. أم شنودة جرجس بتقول مساء الخير والبركة أستاذ شنودة، وبتدعي يعني للبرنامج، شكرا ليكي. أستاذ روماني بيقول برضو بينتقد أداء الحكومة. أستاذ ثروت بيقول عايز أقول الحكومة بتعمل اللي هي عايزاه والشعب الغلبان بيسكت. أستاذ محروس بيقول أنا شايف الحكومة بتساعد المحتكرين، هو بس المحتكرين بالكاف يعني التجار، هو شايف من وجهة نظره أن ده في مصلحة التجار. أستاذ وفاء بتقول موضوع سعر العيش حرام لرفع لعشرين قرش، أنا في الغردقة وبشوف الناس الغلابة بتاخد رغيف العيش أبو 5 قروش وتبيعه بجنيه عشان تمشي الحال، دلوقتي هتبيعه بكام؟ هو مش المفروض إنها هتبيعه، لا ده غلط، أنت بتاخد الرغيف ليك أنت مش عشان تتربح منه، مش الدولة عاملة لك كده، معلش لا هنا غلط. ياكله يأكل عياله ياخد بداله سلع تموينية، لكن يبيعه لا، نقول اللي لينا واللي علينا. أستاذة إيمي بتقول كفاية حرام كل حاجة غليت.
استاذ ابانوب بيقول انا مش موافق على هذا القرار، يعني الاغلبيه طبعا مش موافقه. استاذ مينا رضا بيقول انا شايف ان القرار ده خاطئ. ناس بتقول ظلم كبير، لا تعليق. يعني اغلبيه الاراء يا جماعه، عندي طبعا عندي وقت الحلقه وعندي وقت الفقره مهم جدا، والفقره اللي احنا هنتكلم عليها النهارده، لكن دي اراء الناس. احنا بنعرض القرار وتبعاته والضغوط الداخل والخارج واراء المتخصصين واراء اعضاء مجلس النواب والتحركات واراء المواطنين. وعلى فكره برضو ده مش كلامنا، ده الحوار المجتمعي. ما هو جزء من الحوار المجتمعي هو الاعلام، ان نطرح جميع الاراء ونتكلم ونحلل ونرصد في ضوء هذه الاراء وهذه الاخبار والتحليلات والتصريحات اللي كانت النهارده. خلونا بقى اروح لموضوع تاني، وده بتاع الفقره بتاعتنا، واحنا في موسم تقديم المدارس. تيجي الناس تروح تقدم في المدرسه، يقول لك الابلكيشن 500 جنيه، ما بقاش فيه 500. بيقولوا لي زمايلي 500 دي كانت زمان، دلوقتي بقى 1000 جنيه. انا بتكلم عن المدارس الخاصه طبعا. الابلكيشن يا فندم 1000 جنيه. طيب تمام، مالينا الابلكيشن وبتاع. في كام واحد بيتقدموا؟ 100 500 1000، في 1000 تقريبا يعني في المدرسه متوسط 1,000,000 جنيه. الفلوس دي بتخصم بعد كده والمصاريف لا، بتروح فين؟ هل ده صح؟ ده تساؤل. طيب ألف مبروك يا فندم. إيه ابني قبل؟ أشكرك يا رب، ميرسي، وأنا متشرف إن أنا معاكوا في المدرسة، ومدرسة عريقة وليها اسم جميل، حاجة حلوة جدا جدا جدا. معلش يا فندم بس في تبرع. طب يا فندم أنا مش هتبرع. لا يا فندم ده تبرع إجباري. يعني إيه يا فندم ما هو اسمه تبرع؟ لا حضرتك ده تبرع. أنا بتخيل الحوار والديالوج بين الطرفين. لا يا فندم ده إجباري. طب أنا يا فندم لا يبقى كده تعتبر ابنك مش معانا، مش في المدرسة. طب ليه يا فندم انا هدفع المصاريف ودافع 1000 جنيه اخصموها لي؟ لا، 1000 جنيه بتاع الابلكيشن دي خلاص راحت. طب التبرع اجباري، طب لو ما دفعتش هناخد اللي بعدك. طب ده ايه ده؟ ده قانوني؟ طب الزياده في المصروفات حسب الهوى ولا بناء على زيادات اخرى؟ يعني يقول مثلا زاد عندنا الكهرباء، زادت عندنا الميه، زاد عندنا مش عارف ايه ايه يا جماعه 20 30 40% فمضطرين نزود ده وبطريقه وبتسهيلات عشان نشيل بعضينا، ولا زياده وخلاص؟ طيب في ناس النهارده وجات لنا شكاوي راحت تستلم ارقام الجلوس من المدارس اللي كانوا دافعين كل المصاريف قبل ما يملوا استماره الثانويه العامه، اللي النهارده تم او من امبارح تم تسليم ارقام الجلوس وصلت للمدارس. طب مش هتستلم ارقام الجلوس ليه؟ اصل انت في فلوس تاني. ايه فلوس تاني؟ ايه مش انتوا خدتوا الفلوس؟ قالوا لا ده في فلوس تاني. مش انتوا قلتوا لنا ان مفيش قسط تاني؟ لا يا فندم في فلوس تاني. طب انا مش هدفع، مش هتاخد رقم الجلوس. هل ده صح؟ هل ده ينفع ان يمنع طالب ان هو ياخد رقم جلوسه عشان فلوس هو عارف ان هو دفع اللي عليه كله وبتوع ثانوي كلهم؟ يعني ما هو ما فيش نتيجه اخر السنه، النتيجه بقى مش زي النقل، يعني النتيجه في شهر 8 بالتوفيق لاولادنا. لا هتدفع. حته الفلوس بقى ما بين التقديم للمدارس والابلكيشن والتبرعات والزياده ورقم الجلوس وهذا الملف كله واولياء الامور وما يعنوه في هذا الملف، هي فقرتنا اللي جايه اللي هنفتح فيها مع ضيوفنا اللي هيشرفونا. خليكم معانا بعد الفاصل. التعليم والاستغلال من البعض، بعد الفاصل.